مستمعينا صباح الخير عليكم فين ما كنتوا. كنجو دير ترحاب دائما بكل مستمعي شادة مغاربة العالم وحتى الجالية العربية اللي كيسمعوا لنا كل نهار على www.shadafm.net أو بايما. مرحبا بالجميع. دائما فقرتنا كتخص كل المستمعين والمستمعات بمختلف الفئات العمرية, واليوم فقرة صحتك أهم غنتكلموا على الأسنان ديالنا وبالضبط زراعة الأسنان. هاد الزراعة اللي ولات كتاخد البلاصة ديالها, ولينا كنشوفوا أن الناس ما بقوش فقط في الأشياء اللي هي أسنان مؤقتة او الاسنان اللي ربما كيف كنقولوا حنا فيكس او شي حاجه من هذا القبيل. غنشوفوا هذا الشيء كله رفقه الدكتور عبد العزيز مجدوب اللي هو اخصائي في تقويم وعوجاج الاسنان وجراحه الاسنان وتجميلها كذلك. دائما تواصل معنا في الموضوع على 0522 10 36 او 36 0536. بعدا نمشي انا وياكم هذه المره باش نستقبل المكالمات كل حد قالت والحدقين شهوات ديالهم اسرارهم المطبخيه, وتقدروا تواصلوا معنا كذلك من خلال اس ام اس على 55 66 6 دراهم تي تي سي. وكنختموا دائما بالجمال من خلال وصفات طبيعيه خاصه بالجمال. اما دابا نمشيو الاولى فقرتنا صحتك اهم دابا في شدا الاسره على شدا افهم. اول شيء كنرحب بك دكتور عبد العزيز مجدوب. شكرا. لاباس عليك؟ بارك الله فيك. الحمد لله على الاستضافه. الله يبارك فيك, دائما مرحب بك وشكرا انت لانك كتلبي الدعوه ديالنا وكتعطي من الوقت ديالك لكل المستمعين. اذا اليوم حنا نتكلموا على زراعه الاسنان, هذا الموضوع اللي ولا كياخذ واحد الحيز كبير من الاهتمام ديال كثير من الناس, ربما اللي صافي عياو من اشياء سنينات اللي ربما مؤقتين, حيد قلاع حط غطي حليه في عمليه جراحيه كيخافوا انها تسرط. يعني كاين بزاف ديال الهموم كيطراو, يعني هادشي كنشوفوه حنا في العاده. اليوم حنا غنتكلموا على زراعه الاسنان, اشنو كنقصدوا بها وشنو هو المشكل اللي على وديتو تعملات باش نتفاداو. دونك كما شرتي في التقديم ديالك هو ان الناس عياو من كما قلتي من هاد لي زاباغياج اللي كنركبو كتكون متحركه, تكون ابيل لي زاباغي اموفيبل لي بعض المرات كينساها, كاين اللي كاين بعض الحالات اللي تثير بعض المرات الضحك. بعض المرات الناس كيكون كيمشي غير كيتوضا كيقدر ينسى الفم ديالو ولا ينسى لاباراي ديالو ولا يكون ضيف وما بغاش يستعملها لانها كتقرقب وكتحرك, دونك كيضطر يزولها وكيقدر ينساها الى غير ذلك. وكاين من بعد وكاين كتسمى الترميم المتحرك, وكاين الترميم الثابت الكلاسيكي المعروف اللي هو مثلا اللي كنبغيو نعوضوا شي سنان ضاعوا لينا مع دي ظروف ما, مثلا تسوس او مرض مثلا جهاز الحامل السنه اللي هو باغودونت, او لا مثلا وقع ان تروماتيزم مثلا كيكون مثلا شي حادثه ما, دونك كيكون داك التعويض الثابت الكلاسيكي المعروف اللي هو باش نعوضوا ديك السنه ولا داك السنات اللي زايلين كنضطروا نبردو دوك السنان الجانبيين باش يمكن لينا نركبو شكون هذا الجسر او مسمى بالبريدج. دونك مع تطور طب الاسنان دونك ظهرت هذه الحاله ديال زراعه الاسنان. هي ماشي وليدات اليوم, هي ظهرت في الستينات في بالضبط الاستاذ بران مارك في لا سويد في عام 65. دونك بدات اول تجارب واللي عطات نتائج يعني جيده ممتاز, والحمد لله هاد التقنيه ثبتت وفرضت راسها. ومع الاعلام ومع الناس ولاو سكيلتاجوا لان كيبغي يفضل يبقاو عنده سنان ديالو طبيعيين كسنان مبرودين, لانه ملي كيكون داك الجسر بعض الاحيان كيقدر تكون النظافه تكون صعبه بالنسبه, دونك لونتروتيان كيكون صعيب. اذا حنا ديما بغينا خاصنا غير سنه واحده كنضطروا نبردوا سنه جوج سنات. ولا ما كانت عاوتاني المريض كيكون مثلا يعني لا ديكستيريتي ديالو مانيال يعني وما كيكونش يعني كيراقب وما كيزورش طبيب اسنان الى غير ذلك, دونك كتكون واحد التعفنه تحت داك الجسر البريدج, دونك كيمشيو دوك السنات اللي كنا بردنا كيقدروا حتى هما يعاودوا يتسوسوا وكنصدقوا محيدينهم حتى هما. دونك حنا كنكونوا محيدين وحده تاكلوا لنا محيدين ثلاثه. دونك التقنيه الناس يعني هما اقتنعوا بالفعاليه ديالها بانه السنه ديالو غادي تعوض وغدير نفس الفونكسيون ديال السنه اللي هي طبيعيه, يعني كدير نفس الوظيفه في لا فورم في الاستيتيك في وثانيين اكثر من هذا ان السنان ديالو الاخرين الجانبين كيبقاو في الجماليه ديالهم ما كيتقاسوش. هادشي نعم. هادشي مهم. نعم ممتاز. دونك حنا قبل ما نمشيو نتكلموا على زراعه الاسنان بالتحديد ونشوفوا نعم.
كيفاش كتكون او كيفاش كتتم؟ لان نعم. بعض المرات كيف قلتي انك كتبردوا سنينات في حالات المؤقته وغيره. اجي نشوفوا بدايه وغنتكلموا حتى على واش كاين عندها مخاطر او لا. نعم. لان كل حاجه خاصنا نشوفوا واش هي نعم. سيفدو حدين او لا. نعم. دونك قبل منها نشوفوا هاد زراعه الاسنان واش كتمشي على كل الفئات العمريه، يعني في اي عمر نقدروا نديروا زراعه الاسنان، او بالتالي كاين عمر معين اللي تقدر تنجح فيه هاد العمليه هذه. نعم. سؤال مهم بالنسبه للسن. السن مهم، عامل مهم، لان ما يمكنش ركبوا مثلا زرعوا الاسنان مثلا الناس اللي عندهم صغر سن مثلا اقل من 15 سنه. نعم، لان مازال الكرواسونس او النمو باقي ما سالاش، دونك مازال في العظم ديالنا مازال غادي يكون واحد التفاوت واللثه وكذا، دونك غتولي تبان ديك السنه ما غتكونش الجماليه، غتكون ثابته بالطبع ولكن الجماليه ديالها ما غاديش تكون. دونك اذا بحال اللي نقولوا ما نجحناش 100%. لهذا كان طريتو حتى كيتسالي النمو ديال البنت او للولد، وهذيك الساعه كيمكن نلتجئوا للزراعه. لان في الاول كنقدروا، لان كيف ما كتعرف بان هاد جراحه الاسنان او زرع الاسنان ماشي ان مالادي كي ايرجونت اللي غادي نمشيو، حنا كاين بدائل، كيمكن نديروا هاد الشيء الثابت، كاين نديروا شي حاجه اللي مؤقته لوطون فاش السيد او السيده يوصل داك النمو يعني يمكن لي نحطوا باش تكون لا فونكسيون او ليستيك يكونوا ناجحين. دونك هذا من السؤال ديالك اللي كيهم السن. واضح. دونك هنا الناس اللي كيسمعونا يقدروا حتى هما يعرفوا ربما العمر المعين باش انهم يقدروا يعملوا هاد الشيء، لان بزاف المرات كيف قلتي دكتور كتكون بعض المرات السنه اللي كتجي في بلاصه اللي كتكون باينه سيغتو الناب او السنان القداميين، سي فغي كل السنان ديال الفم ديالنا كلهم عندهم وظيفه، راه ما كاينش شي حاجه تحطها تعبتا، يعني حتى الضروس الاخرانيين راه هما عندهم واحد الوظيفه معينه ففي المضغه في الكلام ديالنا في كثير من الاشياء. دونك هنايا ملي تكلمنا على زراعه الاسنان منين جات وكيفاش كانت وشنو حتى السن المعين، اجي نشوفوا الطريقه ديالها، حيت حنا ملي تنقولوا زراعه الناس غيبغيو يعرفوا. نعم. حيت بحال مثلا في الجراحات او غيره كنشوفوا ان بعض المرات كيكون داك التطعيم ذاتي كتكون شي حاجه، هنا زراعه الاسنان كيفاش كتتم؟ دونك حنا نطرقوا لزراعه الاسنان مثلا الحالات اللي هما السريريه اللي هما العاديين، كنهضروا. نعم. مثلا واحد السيد عنده خاصينو سن او اسنان او اكثر من ذلك، ولو يكون الفم كله مثلا الاسنان ديالو كلهم فقدهم دي ظروف ما، كنهضروا على حالات معينه اللي هما مزيانين. يعني نعم. نقولوا يعني لوكالمون لانديكاسيون اللي بوز، يعني العظم مزيان. نعم. الحاله الصحيه العامه مزيانه. ارجع السؤال هادو بحال الناس اللي ربما لا قدر الله كيعملوا حوادث او لا شي حاجه. إيه مثلا او لا كيكون كيلعب شي رياضه معينه ومشات له سنه، ياك هادو. نعم. اللي كيبقى العظم مقاد غير السنه اللي طارت من بلاصتها، السنه طاحت لظروف ما مثلا. نعم. كان تسوس وما تعالجش مزيان وما كانش متابعه مزيان وفي الاخر. نعم. اضطر باش يزول ديك السنه. نعم. تكون ما قصش العظم، المهم العظم كيكون نقولوا الاساسات باقي سليم. ممتاز. انا كنهضر على حاله هذه عاديه. دونك هنايا كاين التقنيات اللي دابا ساهلين، كيمكن ملتجئوا شي عمليات كنسمعوا العمليه هي امتي تشيرجي كنسموها عمليه صغيره ديال الفم. كاين مثلا كيمكن نحلوا غير اللحم، ولا شفنا كنديروا واحد بدل قبل الطبيب راه ديجا كنخضى جميع الاحتياطات ديالو، دير الاشعه اللي هي الراديو بانوراميك او لي سكانير اللي سكون ابيلون كوب اون 3D اللي يكون بيم دابا حاليا، كنشوفوا مثلا ليبيسور ولا اوتور ديال ديك البلاصه اللي غادي تستقبل لنا ديك الزرعه. الا كان هاد المسائل كلها كاينه مزيانه، دونك كيمكن ما يلتجاش كاع شي عمليه كبيره. بارفوا تكون واحد لا تكنيك ديال بانش كيقدر يحيد غير واحد شويه ديال اللحم على البلاصه ديال العرض ديال داك نقولوا الكونتور ديال داك الفيس، ويمكن يحطها، ما يحتاجش كاع يحل، ما يديرش ان لومبو، ما يقدرش كاع يحل اللحم. اللحم كيبقى في بلاصتو ما كيحلش، كيحل غير واحد شويه حيدو، كنقول ان بانش بحال اللي كيوسع غير واحد البانش، يحيد غير واحد الحيمه شويه ويقدر يغرس الغرسه ديالو. وكل ساعه كتكون ما كتكون لا انتفاخ، ما كيكونش سايلين الدم بزاف، ما كتكونش يعني الاعراض من بعد الزرع ما كتكون طفيفه جدا، كيمكن يلتاج لواحد مسكن واحد نهار يومين والمسائل كتكون ما كاين حتى مشكل. هذه كنهضر على الاسنان. الا كان مثلا خاصو اسنان بزاف بارفوا كيمكن لينا نحلو شي شويه اللحام باش كتكون عنده واحد لا فيزيبيليتي، الرؤيه تكون مهمه، والطبيب اللي عنده سو نورمال لا ديكستيريتي والخبره ديالو اكيد، دونك كيدوز داك الشيء بسليم، ميثق به بانه يعمل الاعراض اللي كتكون من بعد كتكون طفيفه جدا ويستحمل. كاين حالات اللي كنسولو كنقول لك كيفاش داز داك الشيء، كيقول لك صراحه ما حسيت بوالو. ممتاز. نعم. دونك حنا مازال غنتكلموا على ربما الاثار الجانبيه اللي خاص الانسان يرد لها البال بعد العمليات، وشنو تطلبوا كذلك. يعني حنا كنعرفوا ان كل عمليه عندها واحد البروتوكول خاص بها، نبغوا نعرفوا هذا البروتوكول اشنو هو، اشنو هي الاشياء اللي كتطلب قبل الزراعه ديال
ديال الاسنان. نعم. وشنو هي الاشياء اللي خاص يقوم بها الانسان من بعد، ثم غنمشيو فين كتكون اصعب؟ واش ملي كنكونوا زراعه الاسنان على الاسنان الاماميه او الخلفيه؟ نعم. او في الناب او شي حاجه من هذا القبيل، امتى كتكون كذلك؟ واش ملي كيكون الفم كامل او لا كتكون غير بعض الاسنان؟ وشنو تتفضلوا، واش الزراعه ديال ان الفم كامل او لا معليش غير يكونوا ربما غير الاسنان اللي خاصها الدار؟ هادشي كله برفقتك دكتور عبد العزيز مجدوب، وكذلك كل المستمعين والمستمعات اللي يقدروا يتواصلوا معنا دائما. ارقامنا راهن للاشاره على 0522 36 10 36 او 36 0536، كنستقبلوها. كيف يمكن لكم كذلك تواصلوا معنا من خلال اس ام اس على 55 66 6 دراهم تي تي سي، او تواصلوا معنا من خلال الصفحه الرسميه للبرنامج اسره سير شادا فام. هادشي كامل بعد ما غنسمعوا اليسا ايامي بيك على شادا، خليكم معنا ما تمشيو فينا. مازال حضر معنا الدكتور عبد العزيز مجدوب اللي هو اخصائي في تقويم عوجاز الاسنان كذلك وجراحه الاسنان وتجميلها كذلك. الموضوع ديالنا هو زراعه الاسنان، شفنا البدايه شنو كنقصدوا بهذا المنظور هذا، كذلك شفنا السن المعين او المناسب باش اننا نعملوا زراعه الاسنان. غادي في كيفاش كتتم العمليه، مازال غنسولك على اسئله اخرى اللي كتخص دائما هذه الطريقه هذه، لان بعض المرات كنشوفوا ان كتزرع واحد الفيس او شي حاجه. انا ديما كنقول واش هذا الفيس ما كيعطيش واحد التاثير او لا او لا، هادشي كامل نجاوبوا عليه بعد ما ناخذ المكالمه ديال يوسف من خريبكا. يوسف السلام عليكم. الو وي السلام عليكم سيدي بخير. مرحبا سيدي تفضل. بغيت كنشكركم سيدي على هذا البرنامج ديال الاسنان. اي مرحبا. مرحبا. وبغيت نسول الدكتور الله يخليك بحكم انني من خريبكا، عرفتي هذا بهذا الفوسفات والماء وداك الشيء، السنان عندنا كيرشاو دغيا. ما عرفتش واش من الماء ولا من الصودا اللي كناكلوها في القهاوي في الماكله في الزنقه ولا داك الشيء. دابا عندي الدرسات، عندي الدرسات الاخرانيين تقريبا تكالوا، بقى غير التاسي ديال الدرسه كحل. ياك؟ مشيت عند الطبيب باش نصايب، بغيت نحيدهم ونركب وحدين، قال لي غندير لك سلك الدرسه في اليمين ودرسه في اليسار لتحت في السلك الثاني، وغير بطهم السلك بيناتهم. وانا داك السلك شويه بحال الا ما قدرتش عليه، قلت ربما ما غاديش يساعدني مزيان في الماكله وهذا، خفت وعقب رجعت للور بحكم ما يضروني. ولكن الساسي ديال الدرسات بقى دابا كحل، ولكن كيجوني لي زافت، دابا كينوضوا لي لي زافت في الفم ديالي مره بزاف. ما عرفت واش ربما السنان هاد الدرسات العيانين اللي ماتوا هما اللي دايرينهم ليا. وبغيت نسولك الله يخليك، واش ندير هذاك السلك واش من حل؟ والله الا كنخمم فيهم قسما بالله، اليوم نيت ما اليوم نيت ما فقت في الليل ما عاطيني صداع، ولكن كنحس بالحناك ديالي سخان عليا وكيذبحوا بهذوك ليزا. نعم. كيديروهم ليا ربما الدراس اللي كيديروا ليا ليزا. نعم. واضح السؤال ديالك سي يوسف من خريبكا، وتحيه لك وتحيه الخريبكيين كيفين ما كانوا. بطبيعه الحال اكيد دائما الموضوع متاح للجميع من خلال التواصل على 0522 36 10 36 او 36 0536. عائشه من تارودانت السلام عليكم. عليكم السلام. عائشه مرحبا بك. مرحبا تفضلي عائشه. ربي يخليك. بغيت نسول دكتورة عبد العزيز. مرحبا تفضلي. الو السلام عليكم دكتور. مرحبا سيدتي تفضلي. بغيت نسولك الله يخليك جهه سرودنت عليا في هواره، واش كاين طبيبه لزراعه الاسنان؟ نعم نعم. قولي لي بغيت نسولك على واحد السؤال اخر. كنت حيدت واحد الدرسه عند واحد الدكتور هنايا قريب من هنا، وخلى لي واحد شويه باقيه ليا في السنه، واش نحيد ولا اش غندير ليها؟ فاش رجعت للدار لقيت داك شويه من السنه باقيه ليا. قول لي يا عائشه انت واش بغيتي؟ انت دابا ملي حيدتي داك الدرسه ديالك ايه، فين جات في الموضوع ديالها؟ فين جات الدرسه؟ في الاخر ولا في الوسط؟ فين من وحده فيهم؟ في الوسط. في الوسط في الجنب. يا في الجنب. نعم الجنب تاع السنه، ولكن ديك الدرسه جات في الوسط. نعم. بغيت نسول عائشه واش ملي الله رجعت للدار حسيت بانه باقي كتحس بواحد الجدر باقي في الفك، بحال شي جدير باقي بحال شي عظيم يعني ملي حنت شفتو كاع فاش قلبتو لقيتو كاع فيه هذاك الشويه باقي. هذاك السيده عائشه ما نقدرش نقول بانه جدر، يقدر يكون لان كتعرف بان السنه كتكون في العظم ديالنا، كيكون واحد الطرف ديال العظم اللي سكون ابيل لوس انتيغ غاديكيلير، ملي كنديروا الخلع ديال ديك الدرسه كنزولوها كتكون الفم ديالها كيبقى محلول، داك لالفيول كيبقى محلول. يعني العائشه او غيرها ملي كيدير لسانه
كيحسوا بداك العظم عندهم هما كيجيهم بانه ربما جدر ربما الطبيب خلى لهم جدر شي حاجه من الدرسه ديالك خلى شي حاجه من هذاك غيكون العظم ديال الفك فقط باش نتاكدوا بانه عائشه بانه باقي باش تعرفي بانه واش باقي جدر هو انه كترجع عند الطبيب ولا قال لك ابتي راه ما بقاش يعني راه ما بقاش يعني راه الثقه كاينه اولا كنديروا واحد الاشعاع راديو وهذيك الساعه كنتاكدوا تماما بانها الدرسه راه مزيله كامله اولا باقي فيها شي طريف اول شيء مشكور عائشه من ترودان تاكد رجع باش نتلقاو الاسئله ديالكم على 0522 36 10 36 او 36 05 36 بعد ما غنسمعوا البشير عبدو اسيدي انا حر واكيد راجعين اذا مازال حضر معنا الدكتور عبد العزيز مجدوب اللي هو اخصائي زراعه الاسنان وكذلك تقويم الاعوجاج ديالها والابتسامه وبزاف ديال الامور دائما كنشوفوها من خلال كل المواضيع اللي كتقترحها علينا دكتور وكل مره كنتعرفوا معك على اشياء اللي هي جديده ربما كنجهلوها او لكن نسمعوا عليها القيل والقال مرحب. اليوم موضوع ديالنا موضوع جد مهم كيف كل المواضيع اللي كتقترح في هذه الاسره دونك كنتكلموا على زراعه الاسنان وخدينا اسئله ومازال كننتظروا اسئله اخرى دائما على 0522 36 10 36 او 36 05 36 مازال مكملين انا هضرت لك على هذيك القضيه ديال الفيس قبل ما نمشيو نكملوا الاجابه على الاسئله دونك هذاك الفيس اللي كيدار نعم واش ما عندوش شي اثار وهنايا داك الفيس اللي كيدار واش فعلا ما كيكونش حاجز باش ان ديك السنه ما ديرش الوظيفه ديالها سؤال مهم دونك يعني المكونات ديال داك الفيس هذاك الفيس مصايب اصلا اكثريه من التيتانيوم وهاد الماده ديال التيتانيوم بينت الفعاليه ديالها بان الخلايا العظميه كتلصق عليها كانه في بارتي انتيغرونت كانها ديالو كانها معاه دونك كنقولوا من التيتانيوم عندنا النجاح نسبه النجاح ديالو تحت 98% يعني دائما كينجح الا بعض الحالات اللي بعض الناس مثلا كيكون عندهم بعض الحساسيه لاليرجي ديال التيتان ديال لوتيتان ولهذا بعض المرات ظهرت واحد الزرعات اللي هو مصيبه من الزيركون هي او زيركونيوم ولكن غير هي بيضاء وكذا وكذا يتانتيغر ميو ولكن المشكل ديالها بعض المرات كتكسر كتهرس ماشي بحال التيتانيوم يعني التيتانيوم كيبقى الماده اللي عندها فعاليه وجوده عاليه كنشوفوا حيت بعض الناس كيديروا هذه المساله ديال زراعه الاسنان من بعد كنشوفوا ان كتجيهم بحال ديك الكحوليه نعم هذا علاش الناس كيقول لك واش هاد الزراعه كتنجح اولا لا هادشي بعض الناس كيقول لك انا كنفضل انها تكون المؤقته على ود الثابته يعني كاين بزاف الامور نشوفها معك بعد ما ناخذ السؤال ديال خديجه من جديده صباح النور خديجه خديجه صباح النور لاله مرحبا بك صباح لاباس عليكم نهاركم مبروك الله يبارك فيك كنرحب بالدكتور ديالنا شكرا سيدي عندي واحد المشكل كنت داير واحد البريدج قبل وبقات الدرسه الاخرى بحال كتنسخ شويه ولكن ماشي ابسي المهم بارفوا كيدوز منها شويه لسون درت لا راديو بانوراميك باش نشوف شنو كاين ما وصلش لشي نتيجه نصحتني دونتيست ديالي قالت لي راه ربما البريدج اللي انا ديجا دايره يمكن ثقيل يمكن ما احترمش دينور ويمكن هو اللي خلق لي هذا المشكل خصني نبدلو او مزير بون مشيت معاها في الخط ديالها بدلت هذاك البريدج عند اخصائيه نيت عندنا في جديده ملي كنكتشف نفس المشكل هو اللي باقي طايحه فيه اسمح لي سيدتي واش ملي درتو الراديو بين بان الدرسه معالجه مزيان ما فيهاش شي تعفن ما فيهاش شي ابسي نقولوا هادشي اللي قالت لي هي في الراديو خرجت مزيانه خرجت لا دوم ما فيها والو دونك الجواب واضح ان شاء الله واضح السؤال ديالها اول شيء ولا عندك نعم واضح لان السيده كتقول بان دائما عندنا اوكي غنجاوبوا الاسئله بعدا اول شيء مشكوره كون هذه اللي خديجه غنجاوب ناخذوا السؤال ديال عادل من الرباط عادل صباح النور انا صباح الخير لاله بخير مرحبا بك تفضل الله يبارك فيك انا كنشكركم بزاف على هذا البرنامج شكرا لك وبغيت الله يخليك عندي واحد جوج اسئله وحده كونسيرنو ما ماغ وحده كونسيرنو اوكي واخا الله يخليك بغيت نسول الدكتور الا كان ممكن الوالده ديالي مؤخرا هذه شي شهر كان ضراتها الودن ديالها ياك ومشات لعند الطبيب ديال لوغيل ولقى بان عندها دي شامبينيون دار لها نيتواياج وكل شيء ومن بعد بدا كيطيب لها اللسان ديالها من الداخل من جهه السنان وراتو الطبيب ديال لوغيل قال لها لا ما جايش داك الصداع ديال الودني ما جايش من داكشي اللي عندها في لا لونغ دونك ما عرفتش وكتمشي دابا نورمالمون اليوم راه شادين رونديفو غادي يمشيو عند لو دونتيست
وما عرفناش زعما كينا واش يقدر يكون عنده شي علاقه داكشي ديك الطيوبه اللي كتجيها وهذا في اللسان واخا كدير لها الدوايات وهذا ما كتمشي. هاد السعادي الوالده واش مركبه شي اباريج لتحت مركبه شي اباري مثلا شي فم ولا شي بي ابي ولا شي حاجه؟ لا لا ما مركبه والو عندها ديجا شي دروس محيدين دابا غادي نمشيو نيت اليوم على وديت هذوك الدروس باش دير شي اما بحال هكا دي فيكساسيون ولا شي بريدج ولا شي حاجه شوف على حسب لا ريكومونداسيون ديال الطبيب ونيت على حسب هاد الطيوبه هادي. نعم ما عندهاش لا ميم شوز لا ميم شوز فاش كنسول شي دونتيست فاش كنمشي عندها انا كنسولو على الحاله ديال الوالده كيقول لي واش دايره شي اباراي ولا شي حاجه كنقول له لا. نعم. دونك هي باينه كنقولوا عندها واحد الالتهاب دونك غناخذوا السؤال الثاني ديال عادل اللي كيخصك انت عادل. وبالنسبه للسؤال ديالي عافاك انايا عندي كنت كندير دي طاقطاش كل عام كندير دي طاقطاش والعام اللي فات كنت درت واحد دي طاقطاش عند واحد السيده ومن بعده المهم انا اللي لاحظت ما درتليش بوليساج ياك ومن بعده ولا عندي دي سينيمون في لا جونتيف كامله دي سينيمون لدرجه ان مثلا الصباح كنوض حاجه كنلقى في المخده شويه ديال الدم ولا غير ناكل بنان ولا شي حاجه تتبان فيه ماشي حتى التفاح. دونك مشيت عاود درت ان اوتر دي طاطراج ابري 6 mois مشيت درت ان اوتر دي طاطراج دار لي بلاصوند وكل شيء وداز 15 جور ورجع لي لو ميم بروبليم. نعم واضح 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 السعادة واضح السؤال ديالك عادل مشكور بزاف عليه. ناخذ خديجه من طنجه. لا خديجه السلام عليكم اختي جميله. مرحبا لاله تفضلي. اختي لاباس واش مبروك حبيبه. علينا وعليكم الصحه والسلامه. شكرا. حاول عافيه باش ما تمنيت حبيبه. شكرا لك. كيفني هو الدكتور لاباس؟ مرحبا سيدتي بارك الله فيك. الحمد لله بارك الله فيك الله يسهل عليك. شكرا من طنجه. امين بارك الله فيك. شكرا بزاف. الله يخليك دكتور. انا ولدي كنت مشيت عنده ندير له السلك عنده 26 سنه بغيت نعمل له السلك. ملي بغيت نعمل له السلك قالت لي الطبيبه قالت لي اعمل له الراديو. ملي عملت له الراديو لقات عنده واحد السنه لتحت متكيه ديك الناب الثاني ما خرجش. نعم تكالي تكالي ولكن هو عنده زعما السنه ديالو خرجات. عنده زعما فمه ما عنده السنان ديالو زعما غير هذيك السنه تكات. قالت لي خارجه في الفم. اسمح لي خارجه في الفم ديالو شويه ولا ما خارجاش؟ لا ما خارجه ما هو ما تتبانش كاع. دونك الي انكليز داكور. ما حمروح السبيعه حتى مشينا بغينا نعمل له السلك قالت له ندير لك الراديو. ملي درت لقات شافته متكيه قالت لي كون ما عملناش الراديو ما تبانش ما مرض ما تبان. المهم ديك الطبيبه قالت لي دابا ما نقدرش ما ندير له السلك حتى نحيدها له ندوها له عاد نعمل له السلك. نط انا خفت تخوفت من ديك يدير عمليه وما نعرفش تركب له الله يكرمك شي مره. المهم خفت ما عملتهاش مشيت عند طبيب اخر. مشيت عند طبيب اخر هي هذيك هضرت معاه. مشيت عند طبيب اخر قال لي قلت له المهم قال لي لا راديو هذاك لا والو. قلت له شنو السنان عنده عيوج وهذو شاف له السوسه قال لي نقيو له السوسه نعملوا له السلك عاد نعملوا له تنقيو السوسه. نعم. قلت له صافي. قال لي صافي وانا نعطيه الراديو. قلت له اجي راه عنده واحد السنه مسكين وريته الراديو داك الشيء. قال لي شوف هذيك. قلت له واش ما كاينش تخوف واش ما نحيدوهاش؟ قال لي ما عمرها ما تخافيش منها هذيك ملي دابا عنده 26 سنه وهي معاه ما عمره وقع له مشكل. ما عمره قال لي توقع له مشكل قال لي بلا ما نزولوها. دابا الله يحفظك. نعم دكتور. دابا واضح سؤالك بغيتي تعرفي واش تحيديها واش تخليها. بلاتي 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 باقي لي سؤال اخر الله يحفظك. يلا بصراحه حيت كاينين ايوا خلاص. المهم انا دابا المهم خايفه ما بغيتش نحيدها. المهم بدا النقطه بعدا واش ماشي مشكل واش هذا اول شيء. نعم سؤالك الثاني. السؤال الثاني ديالي الله يحفظك. انا عندي كنت عامره واحد السنه فيكس. فيكس هذه شي 20 سنه عامله السنه القداميه وانا كنعرف فيكس ما تطيحش. انا ودرت واحد المده طاحت لي دابا شي جوج مرات تطيح لي وتمشي تعاود تيركبها لي وتنعطيه الفلوس تنخلصو زعما ماشي ما تنخلصوش. وانا قلت له النهار اللي عملتها باش ما تطيح لي شكون بغيت تطيح لي كل من هاد خارج الاسنان. قال لي المهم قال لي راه مع المده تبدا تطيح. ما عرفتش واش بصح او المهم بغيت ناخذ منك. انا ما كذبتوش ولكن ما عرفتش انا درتها باش عرفتها اول شيء. شكرا لك بزاف. الله يخليك. واخا هذا السؤال باقي لي الله يحفظك. باقي الاسئله باقي الناس خويا خديجه عافاك. واحد السؤال يلا سربي 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 قول له عافاك اسناني تنقيطهم تتكلوا لي واشنو واش كاين شي لاباري تتباع وشي حاجه نديرها ولا شي حاجه الله يحفظك. نعم مرحبا. واضح مشيو عند سعيد من الصويره. سعيد السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا مرحبا سعيد تفضل السؤال ديالك. اختي عندي انا مشكل في السنان ديالي قدام. اييه خارجين شويه. مالهم؟ خارجين خارجين خارجين. اها وبغيت شي نصيحه من الدكتور واش ندير لهم تقويم ولا نحيدهم ندير بلاصتهم الاسنان. نعم عمك زرتي طبيب الاسنان وشنو قال لك؟ لا ما عمرني مشيت عنده. نعم انت كتقلب على النصيحه حاليا وكيفاش؟ عادي ماشي تضروني ولا شي حاجه.
مزيان. نعم نعم. واش انت السنان اللي كيبان لك خارجين اولا العظم؟ لا سنان. سنان نعم. واضح. سؤال ديال سعيد من الصويره. مشكور بزاف. مشكور لكل المستمعين والمستمعات اللي تواصلوا معنا، ومشكورين يعني علاش؟ لانهم مشوا معنا في نطاق الموضوع. نعم. شكرا جزيلا. دونك اجي نتكلموا على داك الفيس. قلتي ما كياثرش، كاين فعاليه، كاين ناس ربما كتكون عندهم حساسيه من الماده اللي كتصيب. هنا على حسب الماده، قليل الحساسيه، قليله جدا جدا. نعم. تبينت بعد ما درت لوغوفي مثلا ان روجي مي سي غار بالنسبه. كنهضر على كنقول لك كان المشكل ديال التيتانيوم اللي عندهم حكين حساسيه كاينه موجوده ديال لاليرجي ديال التيتان والتيتان، ولكن هادشي قليل جدا. اقول نعم. لهنا ظهرت واحد الماده اخرى اللي هي الزيركونيوم، بحال السنان اللي كيتصابوا بالزيركونيوم. خرجوا دي زامبلون تما اون زيركونيوم بيوت مزيان، ولكن المشكل ديالهم هو انهم كيتكسروا. التيتان اعطى الفعاليه ديالو، وعطى النجاح اللي يخلق هو اللي خدام دابا. نعم. دونك كاين المشكل ديالو اللي قلتي لي واحد المره بعد في قبل ما نطرقوا للاجوبه الاخوان، هو داك الكحوليه اللي كتبان مثلا. هنا داك الكحوليه اللي ما كتبان سي نورمال، كتبقى على الكفاءه ديال الطبيب المختص. الا ما تحطش، الا ما كان مثلا لما انتبهش يعني المشاكل المحليه اللي هو اللثه والعظم اللي ما كان كانوا ضعاف، اوتوماتيكمون غيبان لينا داك لا ترونسبارونس ديال الميتال غتبان. نعم. اللثه غتبين، والشفافيه ديال اللثه غتتخرج وتبان. لهذا هنايا كنلتجئوا مثلا دي كومبلومون، كنزرعوا العظم بعد كاين عظم كنزرعوه باش رونفورسي، وداك خاص داك الزرعه تكون ملبسه مزيان بالعظم، ثابته بلاصتها، تكون ثابته وتكون مغطيه بالعظم وباللثه. الا كان ليبيسور ديالو ضعيف يعني رقيق، اوتوماتيكمون غادي توقع لنا بحال السنان الطبيعيين ديالنا اللي كيهرب لنا العظم وكتهرب لنا اللثه وكيولي يبان لنا الجدر. لا ميم سوز كتبان لنا داك الجدر اللي هو جدر اصطناعي من طبيعه الحال التيتان، وكيبان غير هو حيت نورمال اللون ديالو كيبان اكثر، ولا خصوصا اللي كانت السنان الاماميين. نعم. لهنا كيكون الطبيب الاختصاصي هنا كيلتجئ لتكون ابيل زراعه اللثه، لي غريف دو كونجونكتيف انفوي اللي كنحيدو من لها مثلا، وكن بحال الطابيسي كنزرعو كديك لي بيسور كنعاود نرونفورسي هاد الغلاط، وكان ماسكيو داك لو ديفو. نعم. والا كيمكن لينا كاع نحيدوا لامبلون ونعاودوا نزرعوا العظام وكذا، ونتسنى واحد المدير يركب شي حاجه مثلا مؤقته لو طون فاش العظام ياخذ الموضوع ديالو، ويمكن لك نعاود ثاني الزرعه اخرى من جديد. نعم. هذه بالنسبه. نعم. هنايا ملي تكلمنا على زراعه الاسنان وغيرها، بغيت نعرف انا واش هذه زراعه الاسنان واش ما عندهاش شي مخاطر، ما عندهاش دي زيفي سكوندير من بعد اشنو؟ الحمد لله ما كان حتى شي مخاطر. لا ما عندهاش مخاطر نهائيا، الا احنا في الاول ديجا الطبيب دار لانامنيز ديالو، داز ديجا سول على التاريخ ديال المريض ديالو، يعني المشاكل ديالو الصحيه العامه مثلا، الا كان عنده الصحه العامه ديالو كلها مزيانه مثلا، عنده مين، ولو كان المشكل اللي عندنا كاع المعروف عالميا واللي هو مع الاسف هذا المرض ديال السكري اللي هو منتشر بكثره، وما ادراك ما السكري. دونك هذا المشكل اللي كاين بزاف اللي كنتابوا للناس مثلا، كنقول واش انا عندي السكر واش يمكن لي نزرع السنان. هنا كاين في كاين شويه المشاكل. هنا الا ما كان السكري ديالهم مضبوط او شي حاجه. جميل جاوبتيني. الا كان السكر ديالو مضبوط جدا كنعالجوه كيما كنعالجو انسان طبيعي اللي ما كيحل حتى مشكل. وعاتانيا ماشي نركب ليه لامبلون ويمشي عند الطبيب ما يبقاش يرجع يدير كونترول، خاصو على الاقل لما نقول لك مره في 6 شهور خاصو يجي، انا ما قلناش لي مره في 6 شهور على الاقل، ولكن رسمي مره كل سنه خاصو يجي، لانه غادي يجي باش نشوفوا الا كان، لان كتعرف بان ذوك الانسجه السكر كياثر عليك الانسجه، ميم السنان الطبيعيين كاين واحد الانسجه سبحان الله، كاين ذوك السنه كتعرف الجذر عندها واحد ليغامون لاصقه باش لاصقة العظم بوغ امورتيغ ذاك لو شوك، ملي كنكون عض ولا عض بزاف ذاك ليغامون كيامورتي ذاك لو شوك باش ما يتهرش. تخيل لامبلون ما كاينش داك ليغامون، هذا هو الفرق بينه وبين السن، ما كاينش داك ليغامون، كاين كونتاكت لوس تيسيدير مع تيسيدير مع التيطان مع مع, مع العظم. دونك الا كان لو شوك ولا كان اون سير شارج اوكليزال كانت مثلا السنه بقات عاليه او كذا، هنا في كيوقع دي شي كيقدر يتهرس او كذا او كذا. مي بصفه عامه الا كانت مراقبه وكانت يعني خبره ديال الطبيب يعني كينجح وكينجح. نعم. سنوات. نعم. هنا كاين غير الامراض ديال السكري هي اللي فريمون كتاخذها بالاعتبار، ولكن امراض اخرى مثلا الناس اللي عندهم، ما بغيتش ندخلوا حنا السؤال ما تطرحش، ولكن حنا كنعرفوا لي زانديكاسيون، حنا ديجا كنقولوا كنختار المريض، ما يمكنش اي واحد غادي نجي نعطيه ندير ليه، لان كاين مثلا الناس اللي عندهم لوستيوبوغوز، الناس اللي عندهم مثلا هشاشات العظام ولكن ما مطريتيهاش ما مسوانياش، اللي كيدير واحد المواد اللي كانوا بفوسفونات المعروفين، لانه ما يمكنش نحطوا لهنا العظم فيس معروف غادي المحل ديالو راه غادي يطيح، اللي ماثر عليه كثر يعني. دونك ديجا الطبيب راه ما يمكن، اذا
تنشوفوا الصحه كنقولوا الناس يعني كنطلبوا دوك التحاليل وكل شيء البروتوكول كل شيء مثلا مزال عندهم امراض القلب الشرايين لان غير مضبوطه امراض الضغط اللي ما مضبوطاش دونك كاين ريسك ديال مثلا ديال الدم اللي غيكون سائل الدم في العمليات اللي كان عنده اكثر من ان بلون يقدر كيكونوا بعض المشاكل دونك هنا الطبيب ديجا كيكون الا ما كانش المريض يعني متوازن كيمكن يادريسيه للطبيب ديالو الاختصاصي باش يكون داك الشيء وتكون متابعه وثق به بانها كيعطي واحد الشخصيه ديالو النفسيه ديالو كتغير لان راه بالنسبه لينا انا كنقول الله يمسج كتقول لنا في 1700 كتقول لنا شنو هي لي طاد سونتي شي واحد يقولوا سا الي كونت ليا ان هي الصحه ديالو النفسيه والجسميه وميم وليكيليبر سوسيال يكون حتى هو يكون مقاد نعم نعم مازال غنرجعوا دكتور باش اننا نجاوب على الاسئله وناخذ نصائح اخيره من خلالك وكل المستمع مستمعه دائما مرحب بالاسئله ديالهم بعد ما نسمعوا شاب يونس باب الو بابا على الشاده خليكم معنا وتشوفوا فيه من جديد مرحبا بكل مستمع مستمعاتك يسمعونا فين ما كان احنا مازالين معكم على الشاده ومشوا سريعا نجاوبوا على الاسئله اللي جات على خاطرك دونك بداو بالسؤال ديال يوسف من خريبكا اللي تكلم على ان على سنينات ديالو ودوك الساس ديال الدروس ديالو وتكلم على دوك الدروس اللي يحس بهم بحال اللي ماتوا نعم دونك وداك الكحوليه اللي كتبقى نعم. قال لي دير السلك يربط هذا خاف من ديك القضيه ديال السلك يربط بيناتهم بغى يخاف من بغى يقول لي طرحوا لي لي زاباري دونك انا نحاول نجاوبوا سريع باش كلشي يحاول يستافد ان شاء الله بالنسبه ليوسف ديال خريبكا كيقول عنده بان دوك الجذور كيبانوا السنان ولاو كحلين وبانوا المنطقه كانت تنسوس الى غير ذلك وعنده لي زافت دونك بالنسبه لدوك اللي كيبانوا كحلين سنان كحلين الاحسن يدير يمشي عند الطبيب ويدير راديوات ونشوفوا الجذور ديال السنان الا كانوا مزيانين راه واخا كيبان لك كحلين من الفوق راه الا كانوا الجذور مزيانين كيمكن لهم يتعالجوا وداروا لهم دي كورون نعم. وبالنسبه للي زافت كيكون عندهم علاقه بزاف مشاكل محليه اللي هي التسوسات اللي عنده جذوره بزاف فمو ضاربا غيكون عنده لي زافت بالنسبه لعائشه من جديد من عائشه من تارودانت كانت هي غنجاوبوا على عائشه من تارودانت كذلك وكل الاسئله ديال المستمعين والمستمعات اللي كيستمعوا لنا دائما من خلال شاده الاسره بطبيعه الحال الاسئله اللي هي كثيره تلقيناها دائما واكيد من بعد غنمشيو الفقرات ديالنا وغنمشيو كذلك باش اننا نتلقاو كل المكالمات ديال الحدقات والحدقين دائما برنامجكم شاده الاسره نتموا دائما الاجابه من خلال كل هذا الشيء رجعوا نجاوبوا على السؤال ديال عائشه من تارودانت اللي تكلمات جاوبنا على السؤال الاول الطب ديال زراعه الاسنان هي سولت بان واش كاين شي طبيب اختصاصي في زراعه الاسنان دونك هنا كنقتار عليها بان تتصل بهيئه اطباء الاسنان الجنوب وهما غيرشدوها لان هما غيعطيو لا ليست ديال الناس الاختصاصيين في بالنسبه لزراعه الاسنان ممتاز بالنسبه للسيده خديجه من جديده اللي كتاكدت بان دارت ان بريج ومشات عند الطبيبه ودارت الاشعاع الراديو وقالوا بان ما عندهاش السنه يعني مزيانه بالنسبه للجدر ديالها ولكن رغم ذلك عندها واحد لابسي في الجنب ديال السنه هنا عنده علاقه بشكون ابي ان نابسي باغودونتال والنابسي جنجيفال كيكون في الجنب لان مركبه كورون غالبا في هذه الحالات كنشوفوهم في الناس مثلا الا ما كان مثلا التنظيف كان شويه ناقص في البلاصه اولا ديك الكورون كانت فايته ليسباس بيولوجيك الا دخلت هجمت على واحد ليسباس كنسميوه حنا ليسباس بيولوجيك اللي كيفيه واحد فات الحد ديالها فات الحد ديالها نعم كتوصل واحد غنقول واحد لاطاش ايبيتيريو كونجونكتيف اتاشاتها دونك توجور كتعطيني ديك توجور السيلين ديال الدم وديما ديك الحموريه الى غير ذلك دونك خاصها تعاود تمشي دير داك الراديو ديالها او ربما كنلتاجوه تما كاين هي كنخصو يتحيد الكرون وربما خاصها دير امتيت غريف ديال لاجونسيف عاوتاني ثانيا باش ترونفورس هذاك الكونتور ديال الكورون وما غيبقاش هذا المشكل يكون مطروح لان قالت الجدر بانه مزيان ممتاز عادي اللي تكلم الام ديالو اللي قالت ان كان عندها التهابات على مستوى الاذن من بعد ولا اللسان ديالها اللي تيطيب قال واش دوك الدراس اللي محيده هما اللي اثروا او لا غيره دونك قالت مادام ما حد الدراس دونك ما يمكنش مادام ما كاينش الدراس دونك انا عندها انستوماتيت بيكال دونك هنا كاين الفو ابروفوندير لي 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 نقولوا الفحص ربما بشي تحاليل او كذا او كذا غالبا يقدر يكونوا عندهم علاقه بشي اباغياج كنقولوا ربما كريميني هو اللي جرحها او كذا او سلك او لا تسوسات مثلا دوك الجذوره لان علاج ديالها او يمكن يكونوا شي حاجه اخرى اللي هي دي مالادي سيستيميك اللي يمكن امراض مناعه ذاتيه او شي حاجه نعم بالنسبه ليه هو دي طاطراج اللي دار قال داروا مره وجوج وعاودوا دابا حاليا ولا تيشوف ان من بعد 6 شهور 15 يوم بدا يسيلوا الدم يعني حتى في الاشياء اللي هي بسيطه ابسيل بانانا قال هو بان كاين سينيوم بزاف ما كينعس كاين واحد المخده ديالو فيها الدم اذا هنا كاين مشكل كبير لانه ما يخصوش ينعس كما نقولوا ينساه لان مادام كاين هذاك ستانسين لانه بان الجهاز الحامل ديال السنه كيشتكي
بان داك الليغامون بداو كيتكالوا، بان العظام بدا كيهرب على السنه. دونك هنا خاصو يشوف لابد طبيب اختصاصي في جراحه اللثه. نعم كل ما هو واضح. واضح. خديجه من طنجه اللي تكلمات السلك اللي بغات تعمل للولد ديالها 26 سنه وكيلقاو عنده واحد السنه اللي كامتكيه في الداخل، تكلمات انها شافت اخصائي اخر قال لها تقدري ديري السلك وتغير تحيدوا السوسه اللي كاينه بلا ما تحيدي ديك السنه. لا انا دابا ديك الحيره واش تخليها واش حارت بان ديك السنه اللي انكلوز ما كتوقع لنا حتى مشكل. الا ما كان مشكل لكان المشكل اللي عندهم مشكل جمالي اكثريه اكثر من هادشي، لانه راك عارف الناب هو اللي جا في واحد لونغل ما بين السنه الاماميين والسنه الخلفيين. كيمكن لنا في التقنيين كيمكن لنا نخرجوه، كيمكن لنا نخرجوه، ولكن الا بغات زعما كان كنشوف بانه ماشي 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 لازم ماشي مشكل، ولكن تقنيا ممكن نخرجوه الا ما كانش اونكيلوزي، الا ما كانش لاصق للعظم ممكن نخرجوه. ولكن هو قالت واش غيدير لي شي مشكل؟ ما عمرو غيدير لي حتى مشكل. نعم تكلمات كدارك ان 20 سنه وهي دايره سنه اللي هي ثابته ولكن طاحت لها جوج المرات. قالت واش السنه ثابته فريمون تطيح؟ قال لها مع الوقت الطبيب ديالها هي قال لها مع الوقت تقدر دونك هنا كيبين لنا بان الجدر فاش شاده اللي هش يعني مسوس، دونك دائما غادي تبقيح، بمعنى هذيك الجدر لابد غادي يزول يوما، كيتسنى غادي يزول وديك الساعه غادير شي زرعه او تشدها مع الناس السنه اللي حداها. نعم تكلمات كذلك على التاكل ديال الاسنان ديالها واش كاين الحلول. دونك بريكسومان كتغز الاسنان ديالها في الليل، دونك هنايا على الاقل خصها دير واحد ليغوتير ليغوتير كتنعس بهم باش تحمي داك الليل لان غياثروا عليها على ليزارتيكيلاسيون ديالها. اذا نمشيو للسؤال الاخر ديال سعيد من صويره، تكلم على مشكل الاسنان ديالو القدامين، قال انهم خارجين شويه، شنو تقترح عليه؟ دونك الى كان هنا دونك مازال لاج ما عندناش لاج ليميت، دونك يمكن لي يدير التقويم، دونك يشوف طبيب اختصاصي ديال التقويم، يمكن ربما غير شدو. اذا مزيان جاوبنا على الاسئله المستمعين، حاولنا نكونوا منطقيين في الاجابات ديالنا ونعطيو كل واحد الحق ديالو. مشكور بزاف الدكتور عبد العزيز مجدوب على كل المعلومات اللي عطيتينا اليوم اللي كتخص زراعه الاسنان اللي هو التخصص ديالكم طبيعه الحال، وكل المستمعين والمستمعات اللي تواصلوا معنا مشكور لك بزاف. انا غنودعك اكيد هذه المره غنمشيو دائما للوصفات. شكرا لك.